بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن درس مهم جدا، وهو معرفة أنواع الفحوصات التي ممكن أن يطلبها طبيب أخصائي النساء والتوليد للمرأة الحامل في وقت الحمل. طبعا خلال فترة الحمل قد ينصحك الطبيب أو الممرضة بالقيام بعدد من التحاليل الأخرى، بعضها يطلب من جميع السيدات، مثل تحاليل سكر الحمل، وأيضا تحاليل متلازمة داون، وأيضا تحليل فيروس نقص المناعة البشرية. قد يطلبها مجموعة من الدكاترة المتخصصين في النساء، في تخصص النساء والتوليد. وبعض التحاليل الأخرى يتم طلبها طبقا للآتي، مثل عمرك، قد يكون عمرك مثلا 35، ممكن يطلب طبيب نساء والتوليد بعض التحاليل الأخرى المضافة إلى التحاليل الطبيعية العادية، وأيضا التاريخ الطبي الشخصي لك، وأيضا غالبا يكون التاريخ الطبي الشخصي للعائلة نفسها أيضا، وأيضا نوع الخليفة العرقية، أو نوع الجنس البشري، أو نوع التطور البشري. وأيضا يحتاج إلى نتائج التحاليل التي تكلمت عنها في السابق، وهي تحاليل طبعا روتينية، مثل تحليل سكر الحمل، أو متلازمة داون، أو فيروس نقص المناعة، أو بعض أنواع من التحاليل الأخرى، مثل تحاليل معرفة إذا كنت أخذت أنواع من الأمصال التي تم في السابق إعطائك لها، إعطائك مجموعة من الأمصال التي تساعدك على الحماية من أمراض في المستقبل. ممكن يشيك عليها الدكتور، أو يلاحظها، أو يعطيها نوع من أنواع الاهتمام، أو تختصر نوع من أنواع الاهتمامات أو الفحوصات في فترة الحمل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.